المكالمة اللي معايا نقدر نقول هي مكالمة لرفع الروح المعنوية، مكالمة ومداخلة عشان نستعيد التسعة بتوقيت الأهلي، ولما لا وإحنا على أعتاب بإذن الله يا رب إن شاء الله العشرة بتوقيت الأهلي، وإن شاء الله يكون الفريق في يومه في هذه المباراة. معي ومعكم في هذه اللحظات المعلق الرياضي المميز اللي جمهور النادي الأهلي أحبه بشكل كبير ودخل قلوب كل الجماهير الأهلوية من أول وهلة وفي أول تعليق ليه في مباراة النجم الساحلي مع جماهير النادي الأهلي، المعلق العماني الكابتن خليل البلوشي. كابتن خليل مساء الخير عليك. النور محمد، نرحب فيه بكل متابعين قناة الأهلي وبكل متابعين برنامج ترند، وأنا مرة ثانية سعيد جدا بإتاحة الفرصة هذه والتواجد معاك، ونقول كلنا يا رب، يعني وإحنا على أعتاب العاشرة مثل ما قلت نقول يا رب. يا رب بإذن الله. عايز أقول لك الأهلوية أنت دخلت ألبوم بسرعة، والكل بيتفائل بيك والكل بيسعد بسماع صوتك، وحتى تعليقك في اليورو خلال الفترة الأخيرة وتعليقك على مباراة المنتخب الإيطالي يمكن أدت بهجة أكتر لجمهور النادي الأهلي، وإحنا على أعتاب نهائي دوري أبطال إفريقيا. تقدر تقول إيه على هذا النهائي، وإيه الرسالة اللي تحب توجهها لجمهور الأهلي وهو دايما كان بيسعد بالتسعة بتوقيت الأهلي، وربنا يكرمنا بإذن الله في العشرة يوم السبت اللي جاي؟ أول شيء تحية لك ولكل المتابعين والمشاهدين، تحية خاصة لجماهير النادي الأهلي في كل مكان، وأنا كنت سعيد جدا حقيقة بردود الأفعال اللي جاتني خصوصا بعد البطولة، وبكل تأكيد كانت نسبة كبيرة منها من جماهير مصر وجماهير النادي الأهلي. محمد أنت تعرف يعني الأهلي دائما في مواجهة الأندية الكبيرة ما عليه خوف، وهذه أشياء احنا اتفقنا عليها وعرفناها تاريخيا. الأهلي دائما في مواجهة الأندية العربية أيضا ما عليه خوف، لأن الأهلي تمرس على مثل هذه الضغوطات. المشكلة الوحيدة اللي ممكن احنا تدعونا للقلق، وانا عارف ان نسبة التفاؤل كبيرة جدا بالنسبة لجماهير النادي الاهلي، بالنسبة لنا احنا كعرب ومتابعين البطولة الافريقية وبالتحديد للنادي الاهلي، بان نسبة تحقيق النادي الاهلي للبطولة هذه مرتفعة جدا قياسا على اداء الفريقين، قياسا على تاريخ الفريقين، قياسا على مكانة الفريقين، انجازاتهم وبطولاتهم. لكن الشيء اللي يدعونا للقلق هو ان كايزر ما تعود على مثل هذه البطولات، ويعلم تماما ان الفرصه ممكن ما تتاح له في الموسم الجاي او اللي بعده انه يوصل مباراه نهائيه، ويدرك ايضا انه يواجه افضل انديه القاره عبر التاريخ، لذلك الدافع المعنوي اللي موجود عند لعيبه كايزر راح يكون مرتفع بشكل كبير جدا، وانا على ثقه تامه ان اداره النادي الاهلي والجهاز الفني وضعوا عينهم على هذه النقطه على وجه التحديد، وحثوا اللاعبين في هذا الجانب على وجه الخصوص ان مهما كانت مجريات المباراه يجب عدم استصغار المنافس، ويجب عدم الثقه المفرطه ايضا في تاريخ ومكانه النادي الاهلي، لان في النهايه اللي بيسجل هو اللي راح يكسب، واللي راح يكسب اكيد هو الطرف الافضل اللي راح يكون في المباراه النهائيه باذن الله. طيب بيتسو موسيماني مدرب جنوب افريقي وبالتاكيد عارف كل التفاصيل الخاصه بكايزر تشيفز، وانت في تعليقك على المباريات ايه اللي لفت انتباهك في اداء موسيماني مع الاهلي، وكان انضمام موسيماني كحاله طارئه للاهلي في توقيت معين، واصبحت هذه الحاله الطارئه هي حاله طارئه لكل قاره افريقيا منذ ان تولى موسيماني تدريب الاهلي خلال الحوالي الثمان شهور او العشر شهور الاخيره؟ صحيح، وخلنا يعني نركز على شغله معينه ومهمه جدا، وهذه ممكن ايضا واحده من مصادر التفاؤل والثقه عند جماهير النادي الاهلي وعندنا كمحبين للنادي الاهلي. ان تعامل موسيماني افريقيا يختلف ربما بشكل او باخر عن تعامله مع البطوله المحليه. للدرايه اللي هو فيها على مستوى الانديه الافريقيه، هو عارف الانديه الافريقيه، ومثل ما ذكرت هو جاي من جنوب افريقيا ونادي كايزر جنوب افريقي، لكن ايضا خلال السنتين اللي طافوا لازم نضع بعين الاعتبار ان كايزر تغيرت فيه الكثير من الامور، ولكن يبقى في نفس التوقيت موضوع ان هي كره قدم جنوب افريقيه ومدرسه جنوب افريقيه، وبالتالي مساله التعامل انا ما عندي خوف ابدا من موسيماني وكيف ممكن يتعامل مع المباراه. موسيماني افريقيا مميز جدا في مساله التعامل مع لاعبين النادي الاهلي وفي مساله التعامل ايضا مع الفريق الخصم، وشاهدنا يعني تقريبا منذ ان تولى موسيماني تدريب النادي الاهلي لم ينجح فريق افريقي في ان يكون افضل من النادي الاهلي خلال وقت المباراه، ونجح في انه يكسب داخليا وخارجيا. خوف مش من موسيماني، خوف من بعض الثقه اللي ممكن انها تتسلل الى قلوب لعيبه النادي الاهلي بحكم ان النهائي محسوم وان النادي الاهلي بطل، وبدانا نفكر فيما هو بعد الفوز بالبطوله الافريقيه وهو المشاركه للانديه. هذه الثقه المفرطه اتمنى ان شاء الله انها ما تروح يعني منا خلال المباراه. طيب في تعليقك على مباراه ايطاليا واسبانيا وانت بتختم قلت ايطاليا تقول لاسبانيا بيلا تشاو،
هو طبعا التحيه الشهيره للطلاينه، وانت بتدي التحيه في نهائي دوري ابطال افريقيا بين كايزر تشيفز والاهلي وعلى غرار التاسعه بتوقيت الاهلي، ايه اللي ممكن يطلع من اعماق قلب الكابتن خليل البلوشي لكل جماهير الاهلي؟ الاول شيء اللي بيطلع من اعماقي، اول شيء كل الامنيات بالتوفيق ان شاء الله، وان الاهلي يحقق البطوله العاشره، وهذه انا اعتقد انها امنيه يتمناها معظم العرب حتى متابعين للنادي الاهلي، الا طبعا في انديه انت عارف وهذا وضع طبيعي جدا ما تتمناش ان الاهلي ياخذ البطوله. التاسعه جت وهذه العاشره، يعني خلاص لو جت العاشره فمعناته ان شاء الله ممكن تكون ثلاثه على التوالي، وهذه ضربه راح تكون قويه جدا لكل المنافسين والخصوم. بعد ما قلنا التاسعه بتوقيت الاهلي، انا ممكن اقول للجنوب افريقيين الاهلي انستوبابل، لما ان شاء الله ينتصر الاهلي لا يمكن ايقافه في المباريات النهائيه خصوصا. كابتن خليل بلوشي انا بشكرك شكرا جزيلا، ودايما بسعد بيك، وباذن الله يكون لنا مكالمه ثانيه بعد فاينل افريقيا، ونهني بعض باذن الله رغم صعوبه المباراه، لكن دايما بنسعد بوجودك، والعشره بتوقيت الاهلي لما لا يا رب باذن الله. الى معلول، علي الى عرضيه، الى كره ملعوبه، مرت الى حسين، حسين لا 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 لا, لا.